قديش أهمية الأركايفز وأهمية الصور الذاكرة الفلسطينية في إرسال رسالتنا للجمهور كمخرجين يعني أو كباحثين. نحرص أن نلاقي الصورة اللي بتعبر عن فلسطين ما قبل 48. فأهمية الصور وأهمية الأركايفز لأنه ندرة الأرشيف تبعنا وندرة الصور، فالصورة مهمة يعني. مرات الصورة يعني بتعبر عن 1000 كلمة. فأهمية الأرشيف بالنسبة للشعب الفلسطيني لأنه هو ده إثبات على الموروث الثقافي اللي كان موجود، على الثقافة اللي كانت موجودة، على الحضارة للشعب الفلسطيني اللي كان موجود بهذيك الفترة. وإحنا بنحاول ننبش بالتاريخ وننبش بالأرشيفات والصور لأنه هي عملية بناء للذاكرة الفلسطينية. طبعا الفلسطينيين لما هاجروا من أراضيهم بالنكبة بال48 يعني كانوا يعني من الخوف والذعر اللي صار في النكبة والمجازر اللي صارت ما قدروا ياخذوا كل الشغلات اللي بتخصهم يعني من صور ألبيم، صور مقتنيات، حكاية، حتى الحكاية الشفوية يعني طلعوا على عجل بسبب النكبة. فهاي الذكريات اللي ظلت موجودة في فلسطين، إشي ضاع منها وإشي انسرق، إشي اتدمر وإشي يعني اتدمر عن قصد من قبل العصابات الصهيونية، وفي إشي انسرق موجود في الأرشيفات الصهيونية. قليل من الناس أخذوا كل الشغلات تاعتهم، الصور والألبيم والذكريات هاي. هلا في شغلات مفقودة، يعني في شغلات مفقودة، إحنا بنحاول ندور على المفقود. وكل ما يعني بنلاقي شغلات كباحثين كمخرجين كناس مهتمين بالصورة أو الأرشيف وبتشاركوا فيها يعني، فهاي بتعطي حافز وأمل إلنا أنه نلاقي الأرشيفات المفقودة بفلسطين يعني. وهذا عمل مضني ومجهد، مجهد كتير، وبس ولكن إنه فيه تحدي وفيه تعب عشان نلملم هذا التراث تبعنا، نلملم هذا الأرشيف ونستفيد منه في صراعنا مع العدو الصهيوني، لأنه صراعنا مع العدو الصهيوني عبارة عن وجود يعني صراع حضاري ثقافي. فالثقافة بفلسطين والحضارة اللي كانت موجودة في فلسطين هذا دليل على إنه إحنا كشعب فلسطين موجودين عبر التاريخ عبر آلاف السنين بشكل مستمر، وإحنا يعني بنعتبر حالنا السكان الأصليين للبلاد.